من الملفت جدا ردة فعل إسرائيل على الاتهامات يلي وجهها امبارح الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، يلي امتازت بشكل خاص بالصمت. يعني اليوم لما بنقرأ الجرائد الإسرائيلية بنلاحظ أنه تقريبا ردود الفعل شبه معدومة. الصحف الإسرائيلية غطت المؤتمر اللي عقده الأمين العام للحزب الله من دون أي تعليق عليه. في توجه عام يبدو بالصحافة الإسرائيلية بالإعلام الإسرائيلي من هالمسألة بالذات، مسألة اتهام إسرائيل باغتيال رفيق الحريري رئيس الحكومة السابق، هو التزام الصمت واعتبار ما يجري في لبنان اليوم هو نوع من يعني معركة داخلية بين أطراف سياسيين بلبنان، وبفسر من جهة بهالشكل، ومن جهة تانية في تفسير أيضا شائع بالإعلام الإسرائيلي حول كل ما يجري اليوم في لبنان حول المحكمة الدولية، أنه تعبير عن أزمة يمر فيها الحزب نتيجة ما سر من قرار زمني قد يطال بعض المسؤولين بحزب الله. بالطبع يعني هالشي كله بعده هيك في غموض من جهة إسرائيل، في عدم وضوح في كيفية التعامل مع الاتهامات، بس الأكيد أنه حرب المخابرات، الحرب السرية، حرب عنيفة جدا تدور بين حزب الله من جهة وبين إسرائيل من جهة تانية، لاسيما بعد ما كشف سيد حسن نصر الله امبارح أنه الحزب كان قادر أنه يوصل لمعلومات من خلال طائرات الاستطلاع الإسرائيلية ويقدر يتحضر لعمليات إسرائيلية. هيدا كلها بتفرجينا بشكل واضح شراسة المعركة الخفية اللي عم تدور بين المخابرات الإسرائيلية من جهة وبين حزب الله من جهة أخرى.